بس اوريكم بقى ايه لما استوي كده من جوه. شايفين ده القاع بتاعها؟ شايفين شكله حلو ازاي؟ بصوا طريه حلوه ازاي ومستويه من جوه وجميله، وطعمها ان شاء الله هيكون احلى واحلى. جربوها، اتبعوا الخطوات وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه وتبقى جميله ان شاء الله. يا مساء الهنا والسعاده على المتابعين الكرام، اهلا ومرحبا بكم في قناه نغمات الاطعمه، معكم سهير من قناه نغمات الاطعمه، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله هنعمل رموش الست بكل تفاصيلها، حلوه بسيطه وسريعه وفي نفس الوقت مش مكلفه جدا، بنجيبها من بره بسعر كبير. احنا النهارده هنعملها بمكونات موجوده في جميع البيوت، يعني مش ايه مش هتشتري حاجه من بره، لو عندك الحاجه ان شاء الله هتعمليها بكل سهوله. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد، واللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم هقول لكم المقادير. مقاديرنا بسيطه وسريعه، عندي هنا مجين من الدقيق لجميع الاغراض، مج من السميد، بسبوسة، كوب من كوب سمنة صغير، او ممكن تستبدليه بالزبدة او على حسب رغبتك، بس ايه يعني ما يكون زبدة بلدي بيكون كويسة، او فيرنا يعني ايه اللي موجود عندك في مطبخك، ما تعطليش نفسك على حاجة. عندي بيضاية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 2 ظرف من الفانيلا، عندي هنا كوب صغير من السكر، وعندي عسل ايه نحل او عسل خفيف، وانا عاملاه على القناه معاكم. ويلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم هقول لكم الطريقه. هبدا هنا على بركه الله، اجيب صينيه او طاسه او ايه اي حاجه انت تحمري فيها الدقيق، احط ايه كوبين كده من الدقيق على النار من غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة، انا بس ايه هحمره كده على النار لغاية ما يبقى ايه لونه كده ايه يعني مدي اللون الذهبي شوية، مش عايزة احرقه، وطول ما انا واقفة كده هقلب فيه كويس خالص. اول ما يبقى لونه كده اوف وايت معايا بالمنظر ده، انا ما غمقتوش يعني، هيبقى لونه فاتح كده يدوب، بس ايه شممت النار كده وبقى لونه اوف وايت كده معايا اهو. هطفي عليه النار مباشرة، انا شلته كده من على النار، هنزل عليه بالسكر، مج من الايه من السميد البسبوسة، وهقلب كل الايه المكونات كده الجافة مع بعض المنظر ده. هنزل عليه بقى ايه بكوباية صغيرة من السمنة البلدي او الزبدة المتواجد عندك في مطبخك، ما تعطليش نفسك على حاجة. هقلب بقى ايه هحاول اغلف كل الايه كل السمنة كده بالسميد والدقيق، افضل ابس فيه كده، افضل اقلب فيها كويس خالص كده، اغلف ايه الزبدة من الدقيق، هضطري ان انا استخدم ايديا، احط كده البداية بسم الله، وطالما في بداية يبقى لازم الفانيليا عشان يبقى طعمها حلو. هتمشي بس على الخطوات ان شاء الله هتطلع كويسة معاكي الخطوة دي كده. هرسم بيه معلقة من البيكنج باودر صغيرة كده خطوة خطوة، اضطر ان انا ايه استخدم ايديا عشان الم كل المكونات وتبقى معايا تمام. افضل ايه المها كده كويس خالص كده لغايه ما كل المكونات تتمازج مع بعض. اول ما تبقى معاكي مرمله بالمنظر ده هتسيبيها في الثلاجه لمده ربع ساعه، وبعد كده هنقول هنعمل ايه الخطوه الثانيه. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. ولسه متابعين مع بعض، اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. وبعد ما طلعناها من التلاجة هنجيب ايه نص كوبايه من اللبن او نص كوبايه من الميه،
بس يستحب يكون لبن عشان تبقى طعمها كويس معاكي. هنلف كل كده العجينة لغاية ما ايه تتماسك معانا. اول ما اقلبها كويس خالص كده وتبقى معايا متماسكة كده، شايفين قوامها حلو ازاي، اكور بقى او اعمل اي تشكيلة انت تحبيها اهي، بس يكون ايه كلها كرة ايه يعني كلهم متساويين اهو. تبنيها كده بالظبط كده. هتجيبي بقى صينية هتدينيها سمنة وهترصيها بالمنظر ده، ويكون يستحب يكون الكور كلها مقاس واحد. او لو انت عايزة تعمليها بقى ايه تشكيلة تانية انت براحتك خالص. هخلص بقى كل الكمية وهرجع لكم تاني. بعد ما خلصت كل الكمية كده هجيب معلقتين كبار من اللبن ونص معلقة صغيرة من الكاكاو، هقلبهم كويس خالص كده لغاية ما يتمزجوا مع بعض. ولو عايزة تستبدليها بصفار بيضة انت براحتك خالص، بس انا عشان ما بحبش زفارة البيض فايه بحط كاكاو ولبن. خلاص كده تتمزجوا مع بعض. هجيب فرشة بقى وهدهن وشها، ما حاولش ان انا اضغط عليها جامد، يدوبك بس كده ايه على الهوا كده، عشان لما تيجي تخش الفرن تديني لون حلو وفي نفس الوقت ايه يبقى شكلها حلو. هدهن كل الكمية كده ملحوظة، لازم تخلي بين واحدة وواحدة فراغ شوية كده، عشان لما تخش الفرن ممكن ايه تعلى معاكي حبة، وكمان تكون سمكها عالي شوية، يعني ما ترققهاش، يكون سمكها عالي شوية عشان تبقى معاكي تمام. هدهن كل الكمية بقى وهسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الوسطاني، وهرجع لكم تاني. دخلتها الفرن لمدة ايه ربع ساعة كده او على حسب فرنك، كل واحد على حسب الفرن بتاعه، على 180 درجة مئوية. هنعمل هنا الشربات كوبايتين من المية، بسم الله، وكوباية من السكر، ده ايه لو ما عندكيش عسل نحل ايه هتعملي الشربات الخفيف ده. خطوة خطوة وخطوة مع بعض. عصرة من الليمونة ونسيبهم بقى ومنقلبهمش ولا نيجي جنبيهم. اول ما تدي غلوتين كده وتحس ان السكر داب معاكي هتطفي عليها النار مباشرة، وهتحط لها ايه ظرف من الفانيليا. اول ما يوصل للدرجة دي هتحطي ايه ظرف من الفانيليا كده وهتقفلي عليه النار مباشرة، وهتسيبيه لغاية ما يبرد، لغاية ما رموش الست تطلع من الفرن. وادي شكلها لما طلع من الفرن. هنحط عليها الشربات كده مباشرة، نسيبه بقى لغاية ما ايه ما يتشرب كله كده من الشربات. تعمليها كده اهي، شايفين شكلها حلو ازاي، هتحاولي تتقيها كده كويس خالص من الشربات، شايفين لونها حلو ازاي وطعمها هيكون احسن. هتسيبيها بقى لغاية ما تبرد كويس خالص في الايه في الصينية، وبعد كده هنرصها في السرفيس ولسه مكملين مع بعض. عايزة بس اوريكم بقى ايه لما استوي كده من جوه، شايفين ده القاع بتاعها، شايفين شكله حلو ازاي، بصوا طريه حلوه ازاي مستويه من جوه وجميله، وطعمها ان شاء الله هيكون احلى واحلى. جربوها، اتبعوا الخطوات وان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه وتبقى جميله ان شاء الله. عملت معاكم رموش الست بكل تفاصيلها، ان شاء الله اتبعوا الخطوات هتطلع معاكم تمام، ولسه مكملين مع بعض. تابعوني على قناتي نغمات الأطعمة، إن شاء الله هنعمل أكلات حلوة كتير في شهر رمضان جديدا حصريا على قناتي. هعلمك ازاي تحضري سفرتك، هعلمك ازاي لو عندك عزومة كبيرة تنسقي أكلك ازاي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.